تلألأت أضواء برج إيفل في باريس تضامناً مع السوريين الذين يعانون منذ 3 أعوام نزاعاً دامياً خلف أكثر من 146 ألف قتيل ونحو 9 ملايين نازح ولاجئ. وتجمع المئات بينهم العديد من السوريين في ساحة تروكاديرو قبالة برج إيفل تلبية لدعوة منظمات غير حكومية، ورفع كسر الأعلام السورية أو بالونات بيضاء مضاءة حملت عبارة مع السوريين. هذا وشهد 20 بلداً في العالم تحركات مماثلة في رسالة تضامن مع الشعب السوري.